جولات رقابية مشددة لمنع حدوث الغش في أسواق الذهب والمعادن في السعودية. كاميرا التاسعة رافقت تلك الجولات للتعرف على طرق منع حصول الخداع لتلك المعادن. التفاصيل مع الزميل محمد المشاري، نتابع. حملات رقابية مشددة للذهب وللمجوهرات والأحجار الكريمة، فكيف تتجنب الغش والخداع لشرائك تلك المعادن؟ كاميرا نشرة التاسعة تجولت برفقة المتخصصين لمنع التلاعب والخداع في أسواق الذهب في السعودية. أهم شيء في الألماس والأحجار الكريمة أن يكون الفاتورة مسجل فيها صفات الألماس، يعني درجة النقاء والقاطع واللون مكتوبة كتابة في الفاتورة، لازم تكون مكتوبة في الفاتورة، لازم ضروري هذا. والأفضل أفضل اللي بيشتري ألماس، خاصة اللي بيشتري لقطعة غالية، أن يكون معها شهادة. والشهادة شكل الشهادة يكون زي هذا، فالشهادة يصير فيها مسجل فيها كل معلومات الحجر وأيضا مصورة. مواصفات وقياسات تمنع من التلاعب لضعاف النفوس من الخداع في الذهب، أهمها أن لا تكتفي بوجود وصف غير دقيق لفاتورة الشراء، بالإضافة لوجود دمغة على كل قطعة. حسب الموضح عندنا في مواد النظام، تلزم المنشأة بوضع العلامة التجارية اللي هي الدمغة وعيار القطعة على كل قطعة ذهب، على كل مشغول. حسب الموضح عندي في النظام، عيارات النظامية في المملكة من عيار 18 21 22 24 هي السبائك. بالنسبة للعلامة التجارية هذه تفيدني أني أرجع للمصنع أو المكتب اللي قام بتوزيع المشغول هذا. أكثر من 1700 زيارة تفتيشية لمنافذ بيع الذهب في الأسواق السعودية لضمان الموثوقية لأكبر أسواق الذهب والمجوهرات في المنطقة. محمد المشاري، MBC.